دكتور حدثنا عن بدايتك يعني وين ولدت وين كيف كانت البدايات؟ أستاذنا الكريم كانت في فريق الحطب فريق فاضل طبعاً الفريقين تقريباً متلاصقين ف 1947 هي سنة الولادة في فريق الحطب وأنا كنت الولد الرابع لوالدي قبلي الأخت مريم الأستاذ جواد وأختي فاطمة وأنا كنت الرابع في التسلسل العائلي وعشنا في هذا الفريق قريب من البحر تقريبا ومن المدارس ومن الفرقان القريبة من فريق البخارقة فريق الحمام فريق راس رمان يعني مركز السنتر المنامة اللي احنا نسميه المركز المنامة وقريب من السوق. حدثنا عن والدك الأستاذ سالم العريض. الوالد طبعا أنا كتبت كتاب عن الوالد ونشر فالوالد من مواليد الهند 1902 القرن الماضي من أب اسمه عبد علي العريض عبد علي محمد بن علي العريض وأم بحرانية هي مريم بنت الحاج إبراهيم بن محمد العريض مؤسس مأتم العريض طبعا تزوج الوالد في الهند واستمر في دراسته وطبعا طفولته كلها في الهند ودراسته الابتدائية والثانوية والجامعية كلها في الهند وعاد إلى البحرين في 1929-30. سبب الهند يعني ولد في الهند لأن والده كان تاجر من كبار تجار اللؤلؤ عبد علي بن محمد بن علي العريض كان من كبار تجار الهند البحرين في تجارة اللؤلؤ العائلة تقريبا كل العائلة اشتغلت في هذا الموضوع القدامى وكانوا يروحون الهند ويرجعون وطبعا ذيك الأيام ما كان في طائرات في يروحون كلها بالبواخر فحصل الزواج في البحرين وانتقل إلى الهند عبد علي الزواج في البحرين انتقلوا إلى الهند وهناك كما حصل للأستاذ إبراهيم العريض هو نفس القصة ولد عينا في الهند تولد الهند بعدين رجعوا البحرين وساهموا في بناء الدولة الحديثة أيام الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة 1932 واستمروا الوالد طبعا عمل في بعد ما رجع عمل في الجمارك مدة 6 أشهر أول بحريني استلم الجمارك لأن الجمارك بالنسبة إلى البحرين دخل البحرين من قبل النفلة وبعدين ارتأى الشيخ حمد إنه يسلم المدارس الوحيدة في البحرين إلى المدرسة الغربية كان اسمها الجعفرية قبل لا يتغير اسمها إلى الغربية وبعدين إلى الهداية الخليفية وبعدين إلى أبو بكر حاليا الوالد بعدين احتاجوا له في المحاكم محاكم البحرين العدلية فاحتاجوا له هناك لتدريبه لأن دراسته كانت في الهند كلها في موضوع المحاماة ودراسة العليا كلها هناك إلى أن أخذ الدبلومة في القانون فاستفادوا منه خلال 40 سنة في إنشاء المحاكم مع أخوانه من الأخوة الذي جلبوا من فلسطين ومن العراق ومن كثير من المحامين أتوا البحرين واشتغلوا مع الوالد ومن إنجلترا ومن الهند
اشتغلوا مع الوالد إنشاء المحاكم بفروعها، محاكم ديك الأيام الكبرى والصغرى والجعفرية، وكذلك ساهموا في إنشاء الدوائر الحكومية اللي هي دائرة القصر اللي هم أموال القاصرين، ودوائر المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية. فصار تنظيم للمحاكم، لأن كانت المحاكم أول استلمها رجال الدين الشيوخ الكرام، اللي هو كل المشاكل التجارية هذا قبل المحاكم، يعني في بداية العصر الذهبي في البحرين، عصر الشيخ عيسى بن علي كانت المسؤولية القضائية كلها عند رجال الدين اللي هو المهزة الشيخ خلف العصفور، والعصفور اللي هو الشيخ بس هذا كانوا عقب، يعني كان في ايضا قبلهم ايضا بعض المشايخ، يعني مثل الشيخ سليمان بن حارز هذا اللي كانوا في القرى. احنا انا قاعد اتكلم عن المنامة، فكانت ذكرني باسم الشيخ خلف العصفور، ابو الشيخ احمد والشيخ عبد الحسين والشيخ قاسم، هذا كان مسؤول عن الفقه الجعفري، تطبيق الاحكام التجارية والجنائية والمالية والحسبات الغوص وكلها، والسنة عند الشيخ عبد قاسم المهزع، الشيخ قاسم المهزع هذا اسف. فهكذا الوالد استمر مع وساهم الوالد دراسته في الهند، رجع البحرين، ولما طلع ريتاير من المحاكم في السبعينات من القرن الماضي قضى يعني جل وقته في كتابة تاريخ الهند الإسلامي. والكتاب أنا طبعا الوالد لأن اللغة الإنجليزية جدا ممتازة، الكتاب طلع بالإنجليزي وأنا ساهمت في نشره، وبعدين حتى الكتاب إلى لبنان، وهناك دكتور خالد العاني ساهم معي في ترجمتها في الجامعة الأمريكية وجامعة السودان، وترجمناه إلى اللغة العربية. وهذا الترجمة باللغة الإنجليزية. هذا اشتغل الوالد عليه حوالي 10 سنوات، وأنا كملت بر الوالدين، ترجمت الكتاب في لبنان الجامعة الأمريكية، طبعا أساتذة الجامعة الأمريكية، لأن أنا أشتغل في الجامعة الأمريكية أول دراستي سأخبرك عنها، وبعدين استفدنا من كذلك كثير من الدكاترة القانونيين في جامعة الخرطوم، وطلعنا الكتاب بالليل. هاي كان بالنسبة إلى الوالد رحمة الله عليه. الوالدة كيف كانت؟ الوالدة كانت هي بنت الحاج محمد العريض الذي استلم إدارة مأتم العريض بعد والدي اللي هو الحاج المرحوم الحاج إبراهيم بن محمد العريض، يصير أخت الأستاذ حميد العريض أبو حسن اللي استلم المأتم بعد والدي محمد العريض. فالوالدة هي ابنة الحاج محمد العريض الذي كان كذلك طواشا ومالك أراضي في الزقية، مع وكان خال إلى الوالد كذلك، يعني إلى جانب أن الوالدة بنت حج محمد، ف يعني بنت خال الوالد يعني إيه، لأن الحاج محمد العريض صير كذلك أخ لجدتي اللي هي أم سالم العريض. ف الوالد لما رجع من الهند طبعا وفق بالزواج من الحرة المصونة نصراء بنت محمد العريض، وهذا كان في سنة 1933 كما أتذكر،
مكتوب في كتاب الوالد. واستمر الزواج إلى أن أخذ الله وديعته في 1982. الوالد توفى 1982. كيف كانت تربية الوالدين؟ الوالد كان حازم، كانوا تربيته كاننا في يعني، لكن بحنان وعطف شديدين علينا. أبوي كان مدرس، وتعرف المدرسين دائما يكونون، وكان أول مدير للمدرسة الغربية الجعفرية اللي هي في القرن الماضي، فكانت تربيته حازما معنا، لكن بعطف وحنان، ويعني تربينا بانضباط تماما سواء الأخوات أو الأخوان، وكان من الذين يشجعون العلم والعلماء، يعني ما يريدنا أن نكون يعني نهتم بالكتاب وقراءة القصة وقراءة المجلة، وكان يوفر لنا كل هذه الأشياء في البيت، وكان يعني عنده إمكانيات أن يوفر لنا هذه الكتب. يعني كثير من الكتب أنا أتذكرها في البيت، حتى الإنجليزية ناشونال جيوغرافي هذه كانت تجي شهريا البيت، الأهرام، المجلات المصرية معظمها توصلنا البيت نقرأها. ولما كنا أطفال طبعا الصحافة الطفولة كان يوفرها لنا، فكان يعني مهتم تماما بالتدريس أولاده وبناته، في إعطائهم يعني جرعات من العلم والمعرفة كما تربى في مع والده، لأن كان والده كمان يعني لما كان في الهند عبد العالي العريض من المهتمين بالنواحي الدينية كثيرا، وكان الحاج عبد العالي العريض في الهند كذلك كان صاحب مكتبة عظيمة من الكتب، خصوصا في مجال العقاقير الطبية الشعبية ومجال الديني. فكان عبد العالي العريض كان أحد رجال الفقه في الهند في بومبي، فكان يعني موسوعة في هذا المجال، فالوالد أخذ هذا منه وطبعا زرعها في أبنائه وبناته. بالنسبة للوالد كيف كانت تربية الوالدة؟ الوالدة كانت طبعا الوالد تزوجها وفرق السن، يعني أمي تزوجت عمرها 17 سنة أبوي 30 سنة، فالوالدة متمسكة بالدين وال آل البيت، وروحت المأتم يعني كل عصرية تروح المأتم، فاكتسبت القريحة الشعرية، وكانت تكتب كثيرا من الأشعار الحسينية، وأختي مريم كانت تكتب لها، لأن أمي ما كانت تكتب الأشياء هذه، بس عندها القريحة الشعرية فتملي عليها ويقرون هذول إلى يومك هذا. كثير من الشعر الذي كتبته والدتي يقرأ في مأتم شروف والمأتم الأخرى النسائية، مأتم شروف وطبعا مأتم العريض للنساء جنب حسينية العريض معروف في شريع العطب. فكانت الوالدة يعني ربتنا تربية يعني نشكرها على الانضباط، وكانت تصحى من الصبح يعني يقعدون ويا الأذان بعد الصلاة، وكان عندنا بقر في البيت تحلب البقر وتعمل لنا الزبدة وتعمل لنا الأشياء المنتجات الألبان وتعمل لنا الفطور، لأن ما نطلع من البيت اللي كنا الحمد لله. فهكذا يعني تربينا، والغداء شفنا دائما تعد الغداء إلى الوالد، ونطلع على نقعد على السفرة على الأرض، الوالد يقعد ما يجي من المحكمة أو من التدريس، لأن أنا مواليد 1947، فما شعرت ب
فترة التدريس الأشياء يعني الأشياء اللي الوالد قام بها إلا في الخمسينات، الوعي الأسري والوعي الاجتماعي والوعي حتى السياسي في الخمسينات. أتذكر لما صارت حركة 56 المظاهرات لما اعتدوا على قناة السويس الإنجليز والفرنسيين والإسرائيليين، هذا الوعي السياسي طبعا في الخمسينات بدأنا نشعر بها. بس في البيت الوالدة كانت يعني عمود رئيسي في إدارة البيت، إدارة جيدة وكانت كريمة نفس كريمة، يعني الأشياء اللي الغداء ما يطبخونه بس إلى العائلة، عائلة سالمة خواتنا كلهم يستفيدون من وجونا، خالاتي وياها يساعدونا بعد يستفيدون من اسمه، وهذا كله تعلمناها من المأتم، لأن المأتم العريض كان يقوم وجبات طول شهر رمضان، شهر محرم، يعني من أول محرم إلى عاشر محرم وعشر محرم تشوف الغداء مجانا في المأتم، وجون الفريق كله يأخذون. حتى أتذكر يعني عائلات مو بس العائلات المرتبطة بالمذهب الشيعي، حتى أخواننا من السنة بيت قراطة بيت كانو بيت فريق الفاضل كل هالأشياء يعني يجون يساهمون في طبخ الغداء في مواتم العريض. فهذه الأشياء شعرتنا أن هذا الفريق ليس فريق بس، أو هذا البيت ليس بيت سالم العريض، هذا الفريق وهذا المأتم وهذا التعاون المجتمعي سنة وشيعة، ولا كنا نشعر أن في التفرقة بين العائلات وبين الأجناس الأخرى التي كانت في الفريق. لأني أتذكر كان في عندنا يهود الفريق يعني جنب المأتم بيوت أخواننا من اليهود وبيوت الهنود كانت موجودة في الفريق، يعني أنا كل هذا في الخمسينيات شعرته هذا وشفتهم يعني يجون خصوصا الهنود اللي يشتغلون في اللؤلؤ، فتشوفهم أو يطلع يروحون بيت عمي منصور أو يجون عندنا ويشتغلون في خرم اللؤلؤ يسوون نيكليس ويسوون هذا. فكانت الحياة جدا بسيطة والارتباط العائلي والأسري يعني ما شعرنا ابدا ان في فرق بين انسان وانسان، كنا عاديين في تعاملنا مع هذه الجاليات الاجنبيه ما كنا نشعر ان في فرق. دكتور احمد دراستك وين كانت في البدايه؟ بعد تخرجي من درست في الابتدائي في المدرسه الجعفريه اللي هي الغربيه لاحقا، وكان مدير المدرسه الاستاذ الوجي حسن الجشي، ومن مدرسيني كثير من الأخوة يعني العراقيين مدرسين من الأردن ومن البحرين ومن، وكان التدريس في هذه المدارس في ديك الفترة يعني المدرس ما نشعر أنه مدرس، نشعر أنه أب، والاحترام يعني أنا أتذكر أن حتى الأستاذ حسن الجشي لما يمشي في شوارع الفريق كنا نهاب ونبتعد عن حتى لا يرانا في نلعب في الشوارع، لأن يوم ثاني حصل لنا اسمه خيزرانة ما درست وما كذا، فكنا نحترم المدرس والمدرس يعاملنا كأب. يعني المدرسين كان علي المدني أبو حسن أبو صلاح، وكان من مدرسين ياسين الشريف، وكان من مدرسين يعني هذا كله درسونا في الابتدائي والثانوي، وكنا نطلع من يعني مشتاقين إلى المدرسة، يعني لما نطلع من المدرسة في بيت نحن عند عائشة أم المؤمنين مدرسة عائشة إلى أن نوصل المدرسة الغربية عند القلعة، يعني نأخذ ربع ساعة ونمشي في أمان، والكل يعني يساعدنا في الوصول إلى المدرسة إذا كنا محتاجين إلى أي مساعدة، فالخوال في الطريق الأعمام في الطريق وكنا يعني مجتمع مسالم تماما. ولما رحنا الثانوية كذلك استمرت يعني بين أنا ما يمكن كنت من المنامة
مدرسة المنامة الثانوية اللي هي في القضيبية، وكنا نمشي على ناخد هنا أكثر شوي، ناخد نص ساعة مشي أو نستعمل سيكل. فكانت كذلك عيون الجيران وعيون الأقارب وعيون كل الجاليات علينا، يعني يحاولون يحمونا، وما اعترضنا يعني لأي مشاكل عند الذهاب من البيت إلى المدرسة. ها بالنسبة إلى مدرسة الدراسة بعد التخرج. بعد التخرج أنا طلعت الثاني على البحرين وحصلت البعثة إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. دراسة الطب. دراسة الطب، وللأسف يعني تمت هناك سنتين أخذنا في بيروت، واستفدت من بيروت لأن نقلة حضارية كانت يعني مفاجئة لي، من مجتمع صغير إلى مجتمع بيروت، مجتمع الفكر، عاصمة الفكر كانت. فحصلنا نوع من ال احنا نسمي كلتشرال شوك بالنسبة إلى يعني بالنسبة إلى اللغة العربية، صدمة ثقافية اجتماعية اللي بتقول. فهذه الفترة هذه يعني خلت عودنا الأخضر هذا يصير قوي، فمواجهة هالمجتمعات في بيروت، الصراعات المسيحية الإسلامية، الصراعات العلمانية الدينية، كل شيء في بيروت تقريبا سفرنا منه في خلال هالسنتين. وأنا كان يعني حسب يعني رغبتي ورغبة التوجهي أن أجلس طب، ولكن وجدت أن الأمور ستصعب علي بدخول كلية الطب في بيروت جامعة الأمريكية. يعني أنت بقيت سنتين تدرس طب كنت يعني. كنت لا ما كانت يعني تمهيدية يسمونها، فالمقاعد محدودة دخول الطب. طبعا كثير من الأمور لدخول هذه الكلية مرتبطة بالعائلات يعني اللي لها ارتباط بالبلد، خصوصا المسيحي وهذا. فشفت ان دخول الطب من الصعوبة بمكان، وارادوا ان يوجهوننا لدخول كليات العلوم. فانا عندي علاقات كثيرة مع اصحابي في القاهرة، فتمكنت من الانتقال من الجامعة الامريكية بيروت الى جامعة القاهرة القصر العيني، والتقيت هناك عاد بالزملاء. هذا 1900 انتقلت من بيروت انتقلت إلى بيروت من البحرين 1963، انتقلت من بيروت بعد سنتين تمهيدي وإلى القاهرة 1965، وهناك التقيت بزملائي في كلية الطب جامعة القاهرة في القصر العيني، منهم الدكتور محمد خليل حداد، منهم الدكتور عيسى أمين، وكثير من الأخوة الأطباء. عملنا يعني خصوصا في دراسة الطب مجموعة من الطلبة الفلسطينيين، العراقيين، البحرينيين، وكنا ندرس كمجموعة في دراسة الطب. وتخرجنا من كلية الطب جامعة القاهرة بعد 6 سنوات اللي هي 1971. بعدها انتقلت إلى دراسة الطب وممارسته إلى إنجلترا في أدنبرا، رويال إنفيرمري أوف أدنبرا، وبعدين انتقلت وممارست الطب في كثير من المستشفيات في إنجلترا، مارست الطب في اسكتلندا، بعدين انتقلت إلى ويلز، وبعدين انتقلت إلى برايتون، فمعظم المستشفيات مارست الطب فيها إلى أن تمكنت من استفادة من جميع هذه التجربة، وتخصصت في أمراض الباطنية، أمراض الكلى، وضغط الدم، وزراعة الأعضاء. وانتقلت إلى يعني تمت هذه التجربة تقريبا 4 سنوات في بريطانيا، وبعدين جيت البحرين في 79 81 واستمريت هنا.
وكان الوزير في البحرين أنا ذاك الدكتور الفاضل علي فخرو، علي محمد فخرو وزير الصحة، وزير الصحة السابق، واستمرينا معه مساهمة يعني، وكان يعني من الوزراء الذي يعني تشيد بهم البحرين، ليس الدكتور أحمد داري فقط، لأن أصبح الديفيجن لتطوير الطب في البحرين. وعملنا معاه لمدة ديك الفترة كاستشاري في هذه الأمراض إلى الثمانينات، وسنبدأ في طرح تجربتي في الثمانينات، لأن أصبحت مسؤول عن بعض الدوائر الطبية في يعني. رجعت البحرين مباشرة كجراح ومرضى؟ لا، ما كنت جراح، كنت أمراض باطنية كما أخبرتك، أمراض باطنية وضغط تخصص وزراعة الأعضاء الباطنية، يعني الطبيب الباطني استشاري في أمراض زراعة الأعضاء. هذا لاحقا لما اشتغلت مع الدكتور جورج أبونا لما تقدم إلى البحرين، وهو من العراق أعتقد، من منطقة الموصل أو شمال العراق يعني. هو مسيحي، من المسيحيين هناك لهم اسم من الآشوريين. فهذا جاء البحرين بعد ما غزا صدام حسين الكويت، وهو أول مؤسس إلى مركز زراعة الأعضاء في الكويت، مركز العيسي. لما دخل 91 صدام حسين سرقت جميع معداته وأجهزته، فسافر إنجلترا، وبعدين بالتوفيق جاء البحرين أيام كرئيس كلية الطب في جامعة الخليج، واستمر فيها. وأنا هو عنده اهتمام بزراعة الأعضاء، فاشتغلت وياه طيلة حوالي 5 سنوات. عملت مع الدكتور جورج أبونا، هذا اللي خلاني أحب التخصص زراعة الأعضاء، هو اللي يعني شجعني على ولا جانب أن خبرتي في بريطانيا، لأن كنت أتابع بعد كثير من المرضى الذين تم زراعة كلى لهم في هذه المستشفيات التي عملت فيها، فاستفدنا من التجربة الباطنية، وهو جراح، وعملنا مركز زراعة الأعضاء في البحرين أنا والدكتور جورج أبونا. وبعدها بعد مركز يعني مركز زراعة الأعضاء، بعد العملية فين عملتون مركز زراعة؟ المركز هي أول ما بدأنا كتقديم خدمات لمرضى الكلى، ما كان عندهم مركز لمرضى الكلى، ما كان عندهم مركز يعني، ما في ديلزة، ما في وحدة غسيل كلى. هذا أنا أنشأته 1981، جبنا الأجهزة في السلمانية، وتطور المركز من جبنا جهازين، بعدين جبنا تقريبا إلى أن تمكنا من جلب حوالي 20 جهاز. ويعني من خبرتي بالمجتمع استطعنا أن نحصل على يعني ما نسميه دفع عائلي من عائلة مؤيد. المؤيد اللي هو أبو فاروق يوسف خليل المؤيد، الوجيه المغفور له يوسف خليل المؤيد، يوسف خليل المؤيد. وبنينا الوحدة اللي الحين موجودة في السلمانية، وبعدين حصلنا بعد تبرع سخي من المرحوم عبد الرحمن كانون، بنينا وحدة لبساتين، فهذه الحين موجودة لبساتين. طبعا الحين توسعوا، سووا وحدة في الرفاع باسم الشيخ عبد الله بن خالد المرحوم. فعند يعني أصبحت البذرة كبرت، بس أول من أنا يعني وضع هذه أن لازم تكون الوحدة موجودة في سلمانية. ومن خلال هذا الفترة التطور في التسعينات ووجود جورج أبونا، بدأنا في الاهتمام بزراعة الكلى. زراعة الكلى طبعا فيها واجهنا كثير من الظروف الصعبة التي
لأن زراعة الكلاب لازم تتواصل مع المجتمع، تتواصل مع رجال الدين، تتواصل مع الأطباء. الكلتشر ما كان موجود يومها، ما كان موجود أبدا، وتتواصل مع يعني كثير من الأمور لازم تعالجها. ففكرنا أن ننشئ جمعية أصدقاء مرضى الكلاب. من خلال هذه الجمعية استطعنا أن نشجع التبرع بالأعضاء، وبالنسبة للثقافة استطعنا هذا الكتاب، طلعت كتاب له زراعة الأعضاء بين الشريعة والقانون. هذا الكتاب توعية، هذا أنا ألفته طبعا، تجارب بعض الدول العربية زراعة الأعضاء البشرية بين الشريعة والقانون توثيق. هذا الكتاب استفادت منه كثير من الدول العربية في مراكزها، لأن جمعت فيه كثير من التجارب الدول العربية. دكتور، خلفيتك طبية، من وين استساقت خلفيتك الشرعية والقانونية؟ هذه علاقتي طبعا، الانفتاح كان من خلال وجود الوالد في المحكمة، وكانت في أيام العطل خليني دائما في المحكمة الشرعية الجعفرية. وهناك طبعا ألتقي مع من أول من كنت يعني أبجلهم وأقدرهم وأحترمهم، رجال الدين، منهم الشيخ باقر العصور الله يرحمه، الشيخ منصور الستري الله يرحمه، الشيخ سليمان المدني. فهؤلاء كلهم كانوا موجودين، استفدت منهم في الشيخ سليمان المدني. لا لا مش الشيخ سليمان، الشيخ احمد العصفور يمكن. احمد العصفور يعني المشايخ، انا اسميهم مشايخ. حتى الشيخ منصور دائما لما يناديني يقول لي فقيه الاطباء وطبيب الفقهاء، دائما يناديني بهذا الاسم. فاستفدت كثير من جلوس مع هؤلاء، فلذلك اهتميت بالناحيه الفقهيه في ممارسه عملي الطبي، لذلك استفدت منها في اصدار هذا الكتاب. هاي من ناحيه فقهيه، من الناحيه القانونيه من وين استفدت؟ القانونيه من عملي في المحاكم مع الوالد، لان الوالد ترجم كثير من قوانين الدول في البحرين من ناحيه قانون مثلا المرور، قانون الأسري، القانون، هذا كل هالأشياء اللي أشوفها قاعد يكتب الوالد كثير من الأشياء. وهذا اللي شجعني أن أهتم بالقانون وأربطه بالفقه وبالممارسة في الطب. فهذه البيئة اللي عشت فيها هي اللي خلقت من اهتماماتي في هذه نشر هذا الوعي الطبي مرتبط بالقانون وبالشريعة وبال، وهذا نتيجة أن الكتاب الحين أصبح مصدر لكثير من مراكز زراعة الأعضاء في المنطقة. إلى أي سنة بقيت في وزارة الصحة؟ بقيت في وزارة الصحة إلى 2013 تقاعدي. بعدها متى عينت في الشورى؟ 2014 اللي هي الفترة التشريعية الرابعة. يعني بقيت في وزارة الصحة إلى 2013. بقيت وقتها ماذا كان منصبك في وزارة الصحة؟ كل من 1982 استشاري، من أول ما دخل من يعني 1982 أصبحت استشاري إلى 2013، بس على تخصصي الحين أصبحت، لأني بعد ما أنشأنا زراعة المركز زراعة الأعضاء، أنشأنا مركز لهنا ثلاثة دورات في مجلس الشورى على صياغة قوانين طبية لها علاقة بالطب، منها قانون الإجهاض. هذا قانون الإجهاض من أهم القوانين اللي أنا يعني أعتقد أنها مهمة، خصوصا أن الاستفادة من الخبرة اللي عندي بالنسبة إلى الأجنة كيف نمنع وجود المشوهين خلقيا وذاك في المجتمع. أتذكر هذه من القوانين اللي وطلبت منهم إلى الإجهاض ليس فقط لإنقاذ الأم،
في اسقاط الجنين، سوينا قانون ممكن الاستفادة من هذا مشروع بقانون، أنه ممكن كذلك إذا ثبت لدينا أن الجنين سيخرج من بطن أمه مشوها ذهنيا وجسديا، يمكن اسقاطه قبل ولوج الروح. وعندنا في العلم والعلماء، يعني حتى هذا الأشياء مورست في جميع أنحاء العالم، أن ممكن معرفة ولوج الروح في الجنين خلال الأربعة أشهر الأولى، يعني يكون الجنين من وجوده في يعني من حالة تكوينه إلى حالة الأربعة أشهر يكون بس خلايا تنفصل وتجمع، ولكن ولوج الروح يكون بعد الأربعة أشهر، وهذا متفق عليه شرعا جميع المراكز الإسلامية في الأزهر في مكة في قم في تركيا، وعندهم هذا القوانين لإسقاط الأجنة التي مشوهة قبل ولوج الروح. بعدين رحت راجعت القوانين الخليجية، شفت موجود موجود في الإمارات موجود في الكويت القانون، إلى جانب إسقاط الأجنة إذا كانت خطر على الأم يمكن إسقاطها كذلك إذا كانت مشوهة، والحمد لله وافقت على اللجان هني والمجلس الإسلامي في البحرين وبقية هذا ناقشوا وأعطوني موافقة والقانون مشى موجود الحين القانون. وبعدين مشروع بقانون قدمته في هذه الفترة عن تدريب الأطباء خريجين الجدد، لأن أصبحت الأعداد كثيرة ويتخرجون من جامعات كثيرة من الفار إيست ومن يعني الغرب ومن المنطقة الإقليمية، كليات الطب انتشرت فكثير من الأطباء موجودين، وقدمت مشروع قانون لإنشاء مركز أو المركز الأعلى للدراسات الطبية، قدمت على ونحمد الله أن جلالة الملك أصدر بمرسوم ووفق عليه المرسوم. والمشروع الآخر الذي قدمته كذلك مهم في فترة وجودي في المجلس الشورى، هو مشروع التأمين على الأطباء. التأمين على الأطباء أهميته ليش؟ لأن ليس لدينا مشروع معالجة الأخطاء الطبية. إذا أخطأ الطبيب كيف تعال تحمل المؤسسة أو الطبيب؟ الطبيب أو المؤسسة. فسوينا قانون أن كل طبيب بيشتغل في البحرين كما هو موجود في أوروبا في بريطانيا في أمريكا يجب أن يكون عنده بلوصية تأمين، فإذا ثبت أن هذا الطبيب في نوع من التجاوز أو الجهل في معالجته من اسمه يدفع التعويض للمريض شركة التأمين، مثل ما تأمين السيارات ولا. وهذا كمان دور يعني درسته اللجان المختصة في مجلس الشورى وافق عليه. فهذه المشاريع طبعا كلها لها علاقة بالطب. دكتور، كونك طبيب لماذا خسرت لجنة الخدمات، قصدي اللجنة التشريعية، وما انضمت إلى لجنة الخدمات؟ هذا بالنسبة لي أنا دائما عندي توسع في النظرة التوسعية. الخدمات يمكن أي عضو من أعضاء مجلس الشورى يساهم فيها، وأنا كذلك يعني ممكن أساهم فيها، بس اللجنة التشريعية فيها نوع من الخصوصية بالنسبة إلى التوسع في النظرة الشمولية في معالجة الأشياء. لذلك من أول ما دخلت هناك كما أخبرتك يعني النشأة لها تأثير، النشأة في البيت، النشأة في والد مهتم بالقوانين، النشأة في
محكمة محاكم هذا كلها أعطتني أن ترى الخدمات مهمة لجنة الخدمات، ولكن النظرة الشمولية سأستفيد منها وساهم فيها أكثر في لجنة التشريعية. عدد أولادك دكتور؟ أنا عندي من الأولاد 5، 3 أولاد وبنتين، أمين حاليا ورئيس مؤسسة نسيج كان في إدامة يديرها CEO، وسلمى الثانية الحين في الأهلي يونايتد بنك اللي هو البنك الأهلي المتحد، وعندي عدنان مؤسسة عند إعلانية شركات الإعلان التلفزيوني والتكنولوجي وأشياء، وسالم يشتغل في السعودية في الرياض مستشار مع وزير الاستثمار في السعودية. فهذا الأولاد، ومريم آخر العنقود طبعا في شركة دلمونيا تشتغل في التسويق. عندك شيء تحب تضيفه دكتور مطلب؟ أبدا، بالنسبة لي يعني أشكركم على هذا اللقاء، وأكون يعني لو عندكم بعد بعض الأسئلة أقدر أجاوب عليها. طبعا اللقاء كان مثمر بالنسبة لي أنا، لأن طرحت الأشياء هذه، كثير من الأشياء اللي عالجتها في المجتمع، وخصوصا أنا فخور بالجهد اللي سويته في معالجة مرضى أمراض الكلى. يعني إنسان الجمعية أصدقاء مرضى الكلى، أول من ساهم في مشروع زراعة الأعضاء في البحرين، وهذا اللي يعني أتمنى من المسؤولين الحاليين وخصوصا من الشيخ محمد، طبيب الشيخ محمد بن عبد الله بن خالد، لأنه هو الحين ماسك المجلس الأعلى للصحة، أن يوجهوا اهتمامهم إلى إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء، وهذا هو مشروع أنا كنت أتمنى يعني أن يتحقق في البحرين. لما بدأنا وقدمت المشروع إلى المرحوم بإذن الله المقبول له اللي هو الشيخ خليفة بن سلمان رئيس مجلس الوزراء السابق، مشروع متكامل، عدد الأسرة، عدد الاحتياجات، عدد هذا، ووعدنا خير منه يكون في وحدة القلب ناخذ الطابق الرابع نسوي مركز زراعة الأعضاء في البحرين، ولكن الظروف التي مرت بعد ذلك خصوصا بعد الأحداث اللي حصلت في السلمانية والأحداث اللي التغييرات الوزارية اللي صارت في وزارة الصحة بعد الأستاذ جواد، تقريبا 6-7 وزارات، وزارة جو يعني، ولا أن تغيرت الأسلوب الإدارة في وزارة الصحة، الحين أصبحت عدة يعني وزعت عدة فرق أو عدة جهات، عندك المجلس الأعلى السلمانية أصبح إدارة متخصصة بروحها، النهرة لوحدة أعمال، المراكز الصحية لوحدة. يعني بالنسبة لي أنا كطبيب المركزية في أخذ القرار الكل يستفيد منها، فهذا اللي أنا أتمنى أن نكون في المستقبل إن شاء الله، ويعاون إليه ويحققون الأجيال القادمة.